حركية ديناميكية. شكون اللي وراها؟ وراها السيد رئيس الجمهورية بعد ملاحظته أن الأوضاع راهي يعني جد صعبة وما فيش عمل وفي شباب اللي ينتظروا خاصة خريجي الجامعة. إذا حاول باش يوجد الحلول الملائمة للسماح لكل الناس اللي حابين يبدعوا يخلقوا ينجوا. خلق لهم الظروف الملائمة بالتنسيق مع السلطات على جميع المستويات، أعطى تعليمات. إحنا رانا هنا كلنا لتنفيذ التعليمات تاعو. ذكروا هذا الاجتماع اللي ترأسوا لإعادة يعني بعث الاستثمار يوم 3 ديسمبر، من ثم كانت الانطلاقة. آنذاك خبر الجميع أن هناك الوحدات بالعشرات بالمئات راهي معطلة لا لشيء، فقط لأن هناك مشاكل البيروقراطية. قالها صراحة وقال أكثر من هذا، قال ربما البعض منها مفتعل. هذا ما قبلوش أبدا، وكان فيها نبرة في الخطاب تاعه.